هنا ما عندنا فلات. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق الشوط الثامن للفريد في المجموعة والشوط الرابع للقاعدين مسافة الكيل والخمسمائة متر. الله الله لحظات ونعطيكم صاحب المركز الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا حامل 16 الشبابي لجابر بن علي بن مهيرة المري المركز الثاني. هنا سمران سعود بن صالح الزمات المري المركز الثالث. عطنا رقم الثالث. خف 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 يا شيخ خف. هنا حامل رقم 3 الماهر حمد بن خالد الحميدي ولكن اعود مع الشبابي وليس انه شبابي. الله 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 جابر بن علي بن مهيرة المري المركز الثاني. هنا سمران لسعود بن صالح الزمات المري المركز الثالث. هنا الماهر حمد بن خالد الحميدي. الله الله. وهنا البرستيج للسيد سالم بن بخيت بن خزينة. الله 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 قادم من ميدان الجزيرة صاحب انجازات وصاحب بصمة وصاحب الشوط الأول في ميدان الجزيرة. الله الله وصاحب التيم في ميدان الجزيرة. الله الله الله. ولكن نعود مع الشبابي للسيد جابر بن علي بن مهيرة المري المركز الثاني. هنا البرستيج لسالم بخيت بن خزينة المري. الله 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 المركز الثالث. هنا المركز الثالث. يا سلام يا سلام البرستيج قادم. الله الله الله. ولكن الشبابي الله الله الله. هنا الشبابي والبرستيج. هنا ابن خزينة او ابن مهيرة ولا ابن خزينة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هنا الشبابي ام البرستيج ان شاء الله. الله 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 الله. ولكن البرستيج حصل على المركز الاول. تعود ملكيته لسالم بخيت بن خزينة المري المركز الثاني. الشبابي لجابر بن علي بن مهيرة المري المركز الثالث. سالم محمد الدعيب ما ادري دعبه المركز الثالث. هنا قرشوب السيد سالم بن حامد دعباء المري.